السلام عليكم. اليوم بدنا نشوف افخم سياره صينيه موجوده، هونكي اتش 9. طبعا السياره 100% صناعه صينيه، شاصي مستقل مو اوت سورسد، وحتى الماكينه 3 لتر توين تيربو. السيارة حجمها جدا ضخم، يعني السيارة طويلة وعريضة، حتى مو قادر اصورها كلها، يعني احتاج مساحة. السيارة اللي صممها نفس المصمم تبع الروز رويس فانتوم، حجم الرنجات 20 انش. تشوفون هني الحروف الصينية، فتحات الكزوز مو بس شكل، نفس ما تشوفون الكزوز فعلا الدخان يطلع من هالفتحات. ومقابض الباب نفس ما تشوفون تطلع، يعني حزة اللي تبطلونها بالمفتاح. من داخل الألوان جدا حلوة. خلونا نشوف السيت، يعني أول انطباع السيت جدا فخم، السكان مصنوع من جلد، يعني المواد اللي مصنوع منها الانتيريا كلها مواد فخمة وراقية، وحتى هاي الشيء الحديد هني، يعني لو نلاحظ ما في شيء يلمع، دائما الأشياء اللي تلمع تعطي انطباع أن المواد المستخدمة رخيصة، بس هني نفس ما نشوف مختارين ذي اللون مات وايد حلو ويا الجلد. حتى الداشبورد لو نلاحظ جدا فخم، تشوفوا الباب مصنوع هني من السويد او الكانترا وجلد، مقصورة جدا فخمة. تشوفوا من ورا طبعا عندكم مساحة جدا شاسعة، وعندكم شاشة هني. يعني فيها وايد مواصفات. الشيء اللي عجبني من داخل انه مو بس فيها شاشات لمس، حتى هني فيها ازرار، فدائما حلو ان احنا نشوف ازرار في السيارة، يعني الازرار تعطينا طابع ان على الاقل صرفوا شوي فلوس في انهم يحطون physical stuff actual stuff. Don't want to turn it on just to show the... طبعا هاي الشاشة، شاشة نفس ما نشوف. طبعا يعني فيها وايد اوبشنات، ما بنروح على كل الاوبشنات، اوكي. بس الحلو فيه ان الصوت هني فيزيكال، وفي عندكم فيزيكال بوتنز، هاي شيء زين. وحتى هني وهني those two rotors for what the temperature. وهاي حق الاي سي هني. You have ventilated, heated and massage seats for both. وفي عندكم نفس ما يقول both seats massage. All four massage. أربع كراسي فيهم مساج، فايش تبون أكثر من كذي؟ Of course heated and cool seats. Yeah. فخلونا نشوف المقصود. طبعا المساحة اللي ورا مساحة كبيرة. نفس ما تشوفون هني تقدرون تتحكمون بوضعيات السيت اللي ورا. يعني انا قاعد وجدا مرتاح وطالعه وريلي، مع ان قدامي كرسي سايق، عندي شاشه هني فيها مالتي ميديا وكل شيء. وعندنا فوق بانوراميك روف، خلي شوي نسوي زوم اوت، عندنا بانوراميك روف، وهني التحكم
هني عندنا ذي الشيء ينزل وفي مساحة تخزين. نقول نصكه. هني عندنا armrest. وعندنا هني بعد USB. لو تلاحظون هني سيت الليذر ويا السويد و يعني وايد لكجري. اوكي طبعا هاي الحركه لما ها Yeah, it's very nice. So this happens every time you open the door. Yes.